محاضرة أطلقتها الهيئة الوطنية للصحافة عشان مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27، مبادرة ليالي التعصب. رأيك إيه في المبادرة وتقول إيه لكل جماهير الكرة المصرية؟ والله هو يعني هو كفاية إن الماتش هيبقى بين الأهلي والزمالك، طبعا الماتش هيبقى صعب سواء كان على الأهلي أو على الزمالك يعني، بس هو طبعا هو أكيد التعصب ده مش مطلوب خالص يعني في الكورة، وربنا بس يعديها على خير. هي بصراحة مبادرة حلوة، وكمان هم هيلعبوا استاد حلو واستاد كويس، وان شاء الله الجماهير تطلع بأحسن صورة ان شاء الله. اكيد طبعا ايضا ان احنا في الاول في الاخر احنا نفس البلد، فاكيد طبعا لا التعصب، اكيد احنا في الاول في الاخر اسم بلد واحدة، فاكيد هي كويسة جدا جدا الموضوع ده جدا، عشان التعصب من الفريقين مش كويس خالص. وانا متهيألي ان ده الماتش ده هيكون لو عملوا فيه دعايه كويسه اللي هو نبذ التعصب بين الجمهورين هيكون كويس جدا، ويستغلوا ان النهايه ده مش هيتكرر تاني اصلا، ممكن يتكرر بعد سنين طويله تاني. طبعا لا اول مره تحصل اساسا ان هو يكون نهائي بين اهلي وزمالك، ونهائي القاري ده والفرقتين محتاجين البطوله جدا، ده بقى له كتير جدا ما بياخدهاش، وده برده نفس الكلام. فانا شايف ان هو يكون لو اتعمل مثلا تيشرت موحد، ممكن الاثنين ينزلوا بتشيب تيشيرت علم مصر معمول عليه علم مصر، وهتبقى فكره تانية احلى مثلا اللي هو لو عملوا عليه الا رسول الله، هتبقى برده كويسه جدا. طبعا، وبرده يعني مش عارف بصراحه، بس هو متهيألي هيفضل في تعصب بين الجمهورين لحد الاخر يعني. والله انا اهلاوي واتمنى الفوز للاهلي، وما نتمنى مباراه كويسه ما فيهاش ولا تعصب، نتمنى كره حلوه وكره كويسه، عشان برده احنا جماهير الاهلي نعرف نستمتع بيها، وجماهير الزمالك برده يعرفوا يستمتعوا بيها. مباراة كويسة قوي عشان لا التعصب اللي سكن الجمهور ده والجمهور ده، لا عايز نبقى احباب عادي عشان برضه عندنا منتخب ومنتخب الاولمبي وعندنا كل حاجة كويسة في مصر، بس ان شاء الله لو الاهلي كسب او الزمالك كسب الجماهير تطلع باحسن صورة. مبادرة طبعا كويسة جدا، بس طبعا هو الدور الاكبر هو على الاعلام نفسه اللي هو قناة الاهلي وقناة الزمالك، هو دورهم الاكبر يوقعوا الجماهير اللي بره، اللي جماهير معذورة، الماتش ده ماتش تاريخي ما حصلش قبل كده، والفريق اللي يكسب يعني هيخش التاريخ، يعني النهائي ده ما حصلش عمره ما حصل، والفريقين الاهلي ما كسبش البطوله من 2013 والزمالك من 2002 اعتقد. فالماتش الجماهير معذوره، بس هو لازم الاعلام والقنوات التلفزيونيه تهدي الجماهير شويه، ما تستضيفش ضيوف بيشجعوا التعصب. هي بصراحة مبادرة حلوة، وكمان هم هيلعبوا استاد حلو واستاد كويس، وان شاء الله الجماهير تطلع بأحسن صورة ان شاء الله.